create having a mass of 60 kilogram falls horizontally off the back of a truck which is traveling at 80 kilometers per hour. Determine the coefficient of kinetic friction between the road and the crate. If the crate slides 45 meters on the ground with no tumbling along the road before coming to rest. يعني بعد ما وقع كان ماشي ب 80 على 3.6 متر بير سكند حاولتها وفي النهاية هتوقف. دي ال V initial O وده ال V النهائية بصفر. Assume the initial speed of the crate along the road is 80 اللي أنا حسبتها. يبقى دي ال V النهائية ودي ال V ابتدائية والمسافة هنا 45 متر. وتقدر أحسب ال acceleration واحنا عندنا ال N بيساوي ال MG. MG مقابلها ال N والفورس مع الأرض عكس سرعة الحركة ميو إن. الأول تعالوا نحسب الأكسلريشن. V النهائية بتساوي V الابتدائية 2 A دلتا S. ال V النهائية هتوقف بصفر. ابتدائية اللي هي 80 على 3.6 22.2 الكل تربيع والمسافة قال 45 متر. أنا هربع دي وأقسمها على 90 فيديني الأكسلريشن. طبعا ده هيجي من هنا يبقى بالسالب أو ده هيجي من هنا يبقى بالسالب. سالب 5.49 متر بير سكند سكوير. سيجما الفورس ولا عايزين الكوفيشنت اوف فريكشن. سيجما الفورس تساوي ام اي. هناخد اتجاه. لو خدت الاتجاه الموجب كده مع الحركة الفورس عكس ماينس ميو ام جي وهنا ام اي. ال اي طبعا بماينس 5.49 فالماينس تروح مع الماينس. الام تشطب مع الام. وعايز الكوفيشنت اوف فريكشن هقسم الرقم ده على 9.81 فاداني 0.56. طبعا يونت لس ملوش وحده.